نور سيدي كل ساجد يا ربي صلي على محمد زين الوجود يا جل عبد بصلي على محمد ومنح وصفي لنا الموارد يا ربي صلي على محمد ومنح وصفي لنا الموارد بصلي على محمد وجد ووسع لنا المشاهد يا ربي صلي على محمد ربي صلي على محمد وأعطنا الزول والمقاصد يا ربي صلي على محمد وأعطنا الزول ربي صلي على محمد والآل مع صحبه الأماجد ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دايم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام على المقدم في الإمامة صلى الله عليه السلام على المقدم
في الإمام صلى الله السلام على المتوج بالكرامة صلى الله على المتوج بالكرامة صلى الله السلام على المظلل بالغمامة صلى الله على المضلل بالغمام السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليها السلام على المشفع في القيامة صلى الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله سلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمد وله انتقى من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحدا فالحمد لله الذي من به فبه اعتلينا وحوينا سوددا أرسله فينا برحمته التي عظمت فحزنا منزلا متفردا اختاره فهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأثنى غدا وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا ومقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دأبا سرمدا يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى اللهم صل وسلم وبارك على الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على أحمد أشرف الرسل داعيك تحركت في شان الهوى لا بتحريك فادعني يا حبيبي فني يسمع لداعيك الله 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 يا الله بيصلي ما معي قط ما اطمع يا حبيبي سوى فيك والوسيلة لي أحمد أشرف الرسل داعيك الله الله يا الله 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 ربي
صلي على أحمد أشرف الرسل من سارا ليلة المعراج ومسا يناجيك قد شهد ما شهد في حضرتك من تعاليك. الله 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 يا الله ربي صلي على أحمد وانبسط له بساط الاجتباء في تجليك يا نبي الهدى بالفخر هذا نهنيك. الله الله معظم الفاخر لي خصصك به منه بارك قد جمع ربك الأسرار يا مصطفى فيك. الله كرامك وكرام كل من يواليك يا شفيع الورى بالروح خادمك يفديك. الله 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 يا الله ربي صلي على أحمد كن شفيعي للمولى ومولى يرضيك فن لي فيك نسبة صرت فيها من أهلي. أرجو الله يثبتني بها في محبيك وأهل ودي وأولادي ومن حبني فيك. الله 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 يا الله ربي صلي على أحمد أشرف اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. سلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فأبوه آدم نال تكريمة به وله الملائك ربنا قد أسجد صلى الله عليه بقوائم العرش رأس من محمد مع الإله فبان رتبة أحمد صلى الله عليه متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالد صلى الله عليه متنقلا في الأكرمين وكلهم لله جل وحدا صلى الله عليه يكلأه بعين عناية حتى تلقاه أب قد مجد صلى الله عليه لله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا صلى الله عليه ولم تجد ذقلا ولا ألما وكم قد شاهدت آيات تسمو سوددا صلى الله عليه وضجت الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى فبدا قطيع السر مكحولا ومختونا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله قد بدات أنوار أحمد في الوجود تتوقد فالسماوات وضعت والأراضي بمحمد يا نبي سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله حل سعد وفخار وعطاء ما له حد رحمة الرحمن طه ذخرنا هنا وفي غد يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات يوم يأتي بلواء تحته من كان وح آدم والرسل طرًا يا له والله سدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات ومقام الحمد أسمى وبه طه تفرد فلنا العز بطه ولنا الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله ربي فاجمعنا جميعا في الجنان نتخلد يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله بارك دلالي محمد يا الله رفقة المختار أحمد يا الله خاتم الرسل الممجد يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله بارك دلالي محمد يا الله وبه هبنا المواهب يا وارضى عنا بمحمد يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله بركة محمد يا الله وانصر الحق وأهله بالصفا والأنس نسعد يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله بركة الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
لم نصر رايات حبيبك في جميع الأرض نشاد. صلى الله على محمد رغم طاغ وكفور اللي صريح الحق يجحد. صلى الله على محمد واختم العمر بحسنى ويقين حين ينفد. صلى الله على محمد صل يا ربي وسلم على النبي وله بالأعد. صلى الله على محمد اللهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقد جمع الأسرار والأمر كله محمد المبعوث الخلق رحمتي به ختم الله النبوة وابتداها فلله من ختم به وبدايتي. وإن رسول الله من غير متن إمام على الإطلاق في كل حضرتي وجيه إلى الرحمن في كل موطن وصدر صدور العارفين الأئمة. أتاه أمين الله بالوحي في حراء وكان به في حال نسك وخلوتي فقال له اقرا قال لست فغطه وارسله حتى ذلا ذنب تمتي. وفي طي هذا رب سر موجب له يهتدي اهل القلوب المنيره. وكان به الاسراء من خير مسجد الى مسجد الاقصى الى قدرتي من المستوى والقاب قوسين قربه من الله أدنى وخص برؤيتي. وأوحى الذي أوحى إليه إله علوما وأسرارا وكم من لطيفتي. وشاهد جنات ونار وبرزخا وأحوال أملاك وآل النبوتي. وصلى وصلوا خلفه فهو المقدم وهو الرأس له للرئاسة. حبيب خليل عظم الله قدره جميل جليل ذو باء وهيبة له الدعوة العظمى له الرتبة العلا له الملة الغراء خير محجتي. له الخلق والخلق العظيم كلاهما له الحكم والسيف الملي بسطوتي. وقد قرن المحمود اسم محمد مع اسمه بالذكر فاعزز برفعتي. فيا نفعات الله يا عطفاتي ويا جذبات الحق جودي بزورتي. ويا نظرات الله يا لحظاتي ويا نسمات لطف أمي بحبتي. ويا غارة الرحمن جدي بسرعة إلينا وحلي عقد كل ملمتي. ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وأحيي بروح الفضل كل رميمتي. ويا كل أبواب القبول تفتعي فإن مطايا القصد نحوك أمتي. ويا سحب الجود الإلهي أمطري فإن أكف المال تلكاك مدتي. بحرمتها دينا ومحي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة. دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي. أجبنا قبلنا مذعنين لأمري سمعنا أطعنا عنه فدن بصيرتي. فيا ربي ثبتنا
على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير من الذي، يا رب ثبتنا على الحق والهدى، يا رب اقبضنا على خير من الذي، فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير من الذي، وعم أصولا والفروع برحمة، أهلا وأصحابا وكل قربة، وسائر أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبة، وصلي وسلم دائم الدار سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي، والله يرحم جمعنا بفضله ولا يعاملنا بقسط عدله، بركة هذه ختام رسل أحمد إمام المتقين الأبرار، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، فاطر السماوات والأرضين، الحي القوي القادر المتين، من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، أرسل إلينا من اصطفاه من بين البرية ومن بين الأنبياء والمرسلين عبده المجتبى الأمين النور المبين سيدنا محمدًا خاتم النبيين. اللهم أدم صلواتك على حبيبك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى أهل محبته والتابعين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرى تمر على أهل أمة المحمدية، وتخطر على البال، وترد على القلب، آية من أعظم الآيات التي أبرزها خالق الأرضين والسماوات القادر القوي المتين جل جلاله، الذي حق المؤمن به أن يمتلئ بإعظامه وإجلاله وإكباره، وأن يتنزه عن أن تأسره شيء من شؤون هذا الخلق، القواطع للطريق من النفس والهوى، وما يبرزه زخرف القول من شياطين الإنس والجن على ظهر هذه الأرض، فيغيرون على الإنسان مسلكه، ويغيرون على الإنسان منهجه، ويغيرون على الإنسان خلقه، وله رب خلقه من حقه أن لا يسلم زمام خلقه ولا مسلكه إلا لهذا الإله، وهذا الإله قد اختار إليه مرسلين. ربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس جل جلاله وتعالى في علاه، وأنزل عليهم الكتب وأنزل المنهاج بإفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، فحق كل من عرف أنه مخلوق وأن هذا الإله خالقه أن يحقق تلك الشهادة، وأن يحقق ذلك الإسلام والإيمان بأن لا يسلم الزمام في مسلكه في الحياة إلا لإلهه الذي خلقه وخلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا جل جلاله وتعالى في علاه سبحانه. تقدس تنزه عن كل ما يخطر بالبال وعن كل ما يتخيل بالخيال، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا في لحظات من ليلة من الليالي ما كان أبركها على سيد الوجود وعلى أمته ثم على العالم، ما كان أنورها، ما كان أبهاها، ما كان أجملها، ما كان أحلاها ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهذا المسرى يا رب ماذا من حكمه؟ قال لنريه من آياتنا، فأعلى ما أريه ويراه إنسان أو ملك في الأرض والسماء هو الذي
أراه الله الأعلى محمدا المصطفى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، فهيأه وأمده بأنوار سمع لا كمثله سمع في سائر المخلوقات، وأنوار بصر لا كمثله بصر في سائر المخلوقات. قال عنه العلي الأكبر: ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. هذا البصر الذي يزيغ ويطغى أمام ضوء الشمس التي تشرق على الأرض هذه، فماذا يصنع بأنوار الملكوت؟ وماذا يصنع هذا البصر بما فوق سدرة المنتهى؟ لكن بصر محمد ممدود، وبصر محمد مؤيد من الملك الودود. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقول ابن عباس: الكبرى يعني أكبر الآيات، رأى من جملة آيات ربه الكبرى، أكبر الآيات رآها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى لنريه من آياتنا. فما أخبار هذه الرؤيا؟ كم تؤخذ اليوم العقول؟ يقولون: اكتشفنا كوكب، اكتشفنا نجم، اكتشفنا مجموعة تشبه المجموعة الشمسية، وضع هكذا، يبدو أنها كذا، الظاهر أنها كذا، بنتأكد من كذا، نرسل كذا. ماذا رأوا وماذا سيرون؟ قد جاوز هذا العالم، وجاوز العالم العلوي بما فيه. أعظم ما تتعلق به العقول والقلوب ما رأت عين محمد وما رأى فؤاد محمد، ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رآ من آيات ربه الكبرى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة، فلا يطمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها، فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين، ورتبة عزت على غير سيد المرسلين. فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلغها إلى هذا المقام العظيم. وكان به الإسراء من خير مسجد إلى المسجد الأقصى إلى أوج ذروتي من المستوى والقاب قوسين، قربه إلى الله أو أدنى، وخص برؤيتي وشاهد جنات ونارا وبرزخا وأحوال أملاك وأهل النبوة. فكان له من الاطلاع على العالم ما لم يتفرد به فرد من أهل العالمين أجمعين، ما لم يجتمع لواحد لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن ولا من سواهم. خصص الله به هذا المصطفى، وحقائق البرزخ، حقائق الجنة، حقائق النار، حقائق الملائكة، حقائق النبوة، حقائق الرسالة، حقائق الأرض، حقائق السماء، حقائق القيامة، حقائق النهاية، حقائق الأبد، حقائق الأمد، طالعتها عين المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو أعرف الخلق بالله، وأعلم الخلق بالله، وبملكوت الله، وبأسرار الله. يقول الله عن سيدنا الخليل إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وذكر لنا بعض مشاهداته، وفي هذه الذكرى مر عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى معه في بيت المقدس، مر عليه في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وأمره أن يسلم على أمته وأن يحثهم على أن يعمروا الدوام والأبد وخلودهم في جنات الخلد. أجر أمتك السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاوزه عليه الصلاة والسلام،
وصلى في البيت المعمور بمن صلى، وصعد إلى سدرة المنتهى، وجاوز سدرة المنتهى ووقف جبريل الأمين. ما لك اصعد معي؟ قال لا، أفي مثل هذا الموطن يترك الخليل خليلة؟ يا محمد، وما منا إلا له مقام معلوم. أنا ما أستطيع أن أتقدم عن هذا المكان شبر، لو تقدمت شبرا لأحرقتني الأنوار. وتقدم صلى الله عليه وسلم ببشريته، بجسدانيته، بروحانيته، بدمه، بلحمه. ما الذي أمد به هذا الدم؟ ما الذي أمد بهذا اللحم حتى استطاع التجاوز إلى هذه المراتب بثيابه بنعليه الكريمتين صلوات ربي وسلامه عليه؟ ولما كان يلحظ بعض أهل الإيمان والذوق ويقول على رأس هذا الكون نعل محمد علت، فجميع الخلق تحت ظلاله، لدى الطور موسى نود يخلع. لما جاء يكلم ربنا عند الطور في الأرض قال اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، لدى الطور موسى نود يخلع، وأحمد لدى العرش لم يومر بخلع نعاله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أي بل أدنى، صلى الله عليه وبلغت أو أدنى، وتلك مزية عظمى، وأسرار الحبيب عظام، وشاهد جنات ونارا وبرزخا وأحوال أملاك وأهل النبوة، وصلى وصلوا خلفه، فإذا هو المقدم وهو الرأس لأهل الرئاسة. ما الذي ظهر من فضل هذا المصطفى على ظهر هذه الأرض ولهذه العقول؟ وسيظهر في البرزخ شأن عظيم يعرض ويطول، وفي القيامة أعرض وأطول. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا في يوم كل بذكرك يا محمد يصيح، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول في ذاك اليوم سيدنا آدم أنا أولى بك، ويقول سيدنا إبراهيم أنا أولى بك، ويقول سيدنا عيسى أنا أولى بك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال في يوم عليه الصلاة والسلام خبات دعوتي شفاعة لأمتي، في يوم يلوذ بي فيه الخلق حتى آدم وموسى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والظالمون الآخرون يقولون يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فكل يتمنى القرب من هذا المصطفى. فاحمدوا الله الذي جعلكم من أمته، وإذا اجتمعتم في ذكراه فاحرصوا على سر الصلة بينكم وبينه. أليس من أعظم العجائب أننا نعيش هذا المصطفى الذي جاءنا بهذه الأخبار عن الله، وأراه الله من آياته الكبرى تهمل أوامره وتهمل سننه، ثم تشب بيننا نيران العمل بقوانين وبسنن فيها إضاعة الصلوات، وفيها استحلال المحرمات، وفيها قطيعة الأرحام، وفيها تسييب الفرائض، وفيها ترك السنن واستبدالها بمحرمات في المناسبات وغيرها، وشركات تقوم للمسلمين. هذا لا يبالي بوقت الصلاة، وهذا يجعل المشي في قطاره أو في طائرته قبيل الفجر بقليل، حتى يصعب الصلاة على الحاضرين، وإن كان الواجب أن يعرف قدر هذه الفريضة. وعلى من دخل في شيء من هذه الرحلات أن يستعد بوضوءه، وأن يصلي من قيام وركوع مستقبلا القبلة جهة مكة المكرمة، ويمكن الاهتداء إلى ذلك. ولكن الوازع قل في القلوب وفي النفوس، والشركات في صورتها في بلاد الإسلام وحقيقتها في أفكار غير أفكار المسلمين، في سير غير ما يعظم فيه محمد، ولا يعظم منهاجه، ولا تعظم سنته، ولا يعظم أوامره، ولا تعظم شريعته، والعياذ بالله تبارك وتعالى. بل ربما عظم قانون الطيران ما لم يعظم شرع الرحمن، وما لم يعظم هدي سيد الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وربما تجر بعضهم في بعض بلاد المسلمين ومن الغرائب أن يقول من هؤلاء العاملين
ممنوع الصلاة في ابن الجام، صلي محلك على الكرسي، وصلي على الكرسي صلاة النفل. أما الفرض من الذي أباحه لي على هذا الكرسي وأنا أستطيع القيام؟ ومن أين جئت بهذا؟ والأغرب من ذلك أنك بعد ذلك تركب في شركات للكفار، فإذا علموا حرصك على الدين هيئوا لك المكان لتصلي فيه كما شئت وكما أردت، وتجي لهؤلاء معظمين القوانين بشؤونهم وأحوالهم يقول ممنوع. من أين ممنوع؟ من عند نظام طيرانك. فإن نظام خالقك وخالق الطيران، فإن نظام خالق الأكوان، فإن نظام مبارئ السماوات والأرض، ما له من قيمة؟ أي عارض بقانون من عندك أو من عند شركة؟ ومن أنت ومن الشركة؟ ولكن حقائق الانقطاع عن الله ورسوله التي لعبت بعقول وقلوب كثير من الأمة، وعسى مولانا الرحيم بنبي الرحمة أن ينظر إلى الأمة في هذه الذكرى نظر يحيي بها في القلوب الإيمان واليقين، وينقطعون بعد ذلك عن تلك الضعة وعن ذلك الهوي لأن يستجيبوا لدواع نفوس. فإذا كان هذا في جانب من جوانب الفرائض فلا تستغرب بعد ذلك يتجرى بعضهم على بعض، يقتل بعضهم بعض، ويؤذي بعضهم بعض، يخربون قواتهم، يخربون قدراتهم، يخربون طاقاتهم. إذا قد تجرؤوا على دين الله وعلى شرعه فما هذا إلا نتيجة، وما هذا إلا ثمرة، حتى يعظم الله في القلوب. ولا يبقين عامة الأمة ممن لم تقوى صلته بالله أذلة للكفار وللمخططين من الكفار، سيبقون أذلة حتى يرجعوا إلى دينهم، حتى يرجعوا إلى دينهم. وقبل رجوعهم إلى دينهم لا عظمة لهم، سيعيشون أذلة تحت تقريرات الكفار وتحت تخطيطات الكفار، ويسلط الله عليهم ذلا لا ينزعه منهم حتى يرجعوا إلى دينهم، حتى يعظموا الله، حتى يعظموا محمد ويعرفوا قدره. وهنا يذل الله لهم أعداءهم كائنين من كانوا، فلا سبيل إلا ذلك، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. حتى يقال للمسلمة وهي في مثل تلك الشركات وما الذي يحملك على كشف شعرك وعلى الزينة أمام الأجانب؟ هذا نظام الشركة، لا تسمح الشركة لذلك. ما هذه الأنظمة التي تضاد نظام إلهك الذي آمنت به؟ ما هذه الأنظمة؟ وإلى أين بلغت من القداسة والعلو حتى يرفض نظام الله وتؤخذ، حتى يخضع لها؟ وكيف يمضي ذلك بين أيديهم؟ ولكنها صور ذلكم التخاذل، وصور ذلكم السقوط والهبوط والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله يتدارك الأمة، والله يغيث الأمة. يا ربنا بنبي الرحمة صاحب الإسرى والمعراج وأنبياء الذين صلوا خلفه، أدرك أمته، أغيث أمته، فرج كروب أمته، قو الإيمان في قلوب أمته، اجمع على الهدى شمل أمته، رد كيد عدوهم في نحره بقوتك يا قوي وقدرتك يا قادر ورحمتك يا رحمن. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين، واجعل لنا همة في الاقتداء به واتباع سننه. أيها المكرم بالمحافظة على الصلوات، أنت وأسرتك وأولادك، زد حضور قلب فيها، احرص على الخشوع فيها، احرص على الرواتب، صل الضحى. يا من اعتدت من الوتر دون الإحدى عشر، زد ركعتين على ما تعتاده، صلة بصاحب الإسرى والمعراج، من جاءك بالصلاة وقال قم يا بلال فأرحنا بها، أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. خذ نصيبك من هذا أو تصدق هذه المعارض الهابطة وما تعرض. هذا عرض أعظم وهذا معرض أكبر، من دخله وأخذ من هذه البضاعة سعد بها سعادة الأبد، ودام خيرها له في الحياة وعند الغرغرة وفي البرزخ ويوم القيامة وإلى دار الكرامة. ونعم البضاعة بضاعة
الصلة بالله، ونعم البضاعة بضاعة الصلاة. جعلنا الله ممن يقيم الصلاة، وممن يؤتي الزكاة، وممن يعبده على ما يحبه ويرضاه، ومن الموفين بالعهود التي عاهدنا عليها، إنه أكرم الأكرمين. أيقظ القلوب التي نامت، وطهر القلوب التي تلطخت، وتب علينا وعلى أمة الحبيب أجمعين، واغفر لنا ولأمة الحبيب أجمعين، وأرنا فيهم ما تقرب عينه يا الله، واجعل أهل الجمع ومن يسمع في أنصارك بحق، وفي أنصاره بحق، وفي القائمين معك ومعه على ما تحب وعلى ما يحب، وفاء بعهدك وتحققا بالعبودية لك، وشهودا لربوبيتك، يا من إليه المرجع، يا من إليه المصير. اللهم اجعلها ساعة إجابة، واجعل الدعوات مستجابة، وأصلح الشأن لنا وللأمة، واكشف الغمة، وعامل بمحض الجود والرحمة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد الأولين، وصل وسلم على محمد بالآخرين، وصل وسلم على محمد بالنبيين، وصل وسلم على محمد بالمرسلين، وصل وسلم على محمد في المال على يوم الدين، وصلى وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب المختار، أكرم الشافع، نصنع الأحوال، جنبنا الرجال، واصلح شؤون المسلمين، وعافهم، وتول من يدفع شرور من اعتدى. يا رب واجمع شملهم وطبهم، وانصر بهم دين النبي وأيدام، ثبت لنا الأقدام، واغفر ذنبنا، وانشرنا بالكون أنوار الهدى. وانظر إلينا أجمعين، وعافنا سرا وجارا، واشفنا من كل داء. حسن اليقين منك هبنا، واحمنا حمانا، واكفنا شر العداء. واقضينا الحاجات أجمعها وزد، يا واسع الإفضال منك محمدا. اختم لنا الأعمار بالحسنى وبالفردوس، فاجمعنا بطه أحمدا. مقعد الصدق نشاهد وجهه، بحضار القدس منازل شهدا، وبجاه ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام سعدا. وبجاه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام سعدا. وبجاه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام سعدا. صلاتك والسلام عليهما أهب الصلاة بالفتح أوحاد الحدى، والآل أهل الطهر والصحب الكرام، وتابعين بحبيبك الطهر التدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.